وهذا الذي نتوهمه في هذه الآية. نسأل رب الإله أن يتغمد حبيبنا الذي انتقل على رجاء من هذه الحياة للحياة الثانية، وأن يكون هناك ناظرا إلينا مصليا لنا لكي نتحمل هذا المصاب، ولكنه انتقل وغادر هذه الدنيا. ما هي حقيقة طرد هنا الزاهد من عزاء وديع بن جورج وسوف؟ أو الرد من جورج وسوف على أنباء طرد هنا الزاهد من العزاء؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ما هي حقيقة طرد هنا الزاهد من عزاء وديع بن جورج وسوف؟ تقبل سلطان الطرب جورج وسوف العزاء في نجله وديع اليوم الاثنين في كفرون بسوريا، وحضر الأهل والأصدقاء لتقديم العزاء. وتداول رواد تويتر فيديو لأحد الشيوخ يتلو القرآن الكريم في العزاء وبجانبه جورج وسوف يشكره، كما حضر وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق لتقديم التعازي له ومواساته على فقدان نجله. وودع سلطان الطرب جورج وسوف نجده الأكبر وديع في كنيسة القديس نيقولاس الأشرفية أمس الأحد، وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه، وقد أحاط به أبناءه وأفراد عائلته، ثم دفن وديع في سوريا. وقدم كل من النجوم وليد توفيق ورامي عياش وعاصي الحلاني ومروان خوري ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسي واجب العزاء السبت الماضي لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس الأشرفية. وتوفي وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف الجمعة الماضية بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية تكميم المعدة التي أجراها مؤخرا. وشهدت الساعات الأخيرة في وفاة وديع جورج وسوف دخول المستشفى يوم 27 من ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت، لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف في المعدة فتم نقله إلى المستشفى ماري يوسف. وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه. ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعي وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليس على صفحتها: الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بوجع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك يا أبو وديع، حامل اسم ابنك كل عمرك، وهلأ حامل وجع فراق، والله يعطيك القوة. شاهد لحظة وصول عادل إمام عزاء ابن جورج وسوف. نعى أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نجل الفنان جورج وسوف الذي وافته المنية بعد تعرضه لنزيف حاد. وكتب هاني شاكر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، لا تقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وشاطر وخي وحبيب الفنان الكبير جورج وسوف، أحزانه في وفاة ابنه الغالي وديع، وأدعو له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم، ابتلاء الأنبياء. اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه، وارزقهم الصبر والسلوان. أول تصريح من جورج وسوف بعد وفاة ابنه بسبب خطأ طبي. انطلقت منذ قليل مراسم الوداع الأخير لوديع بن سلطان الطرب جورج وسوف بحضور العائلة وحشد من الشخصية الفنية والأصدقاء والمحبين. وقد ألقى شقيقه جورج جونيور كلمة العائلة أعرب فيها عن مدى حجم الخسارة الكبيرة التي تلقوها. وظهر سلطان الطرب جورج وسوف في حالة من حزن شديد ووجه باكي أثناء مراسم جنازة نجله الأكبر وديع في كنيسة القديس نيقولاس صباح اليوم الأحد. واشتد حزن جورج وسوف أثناء كلمة الأب باسليوس في مراسم جنازة وديع جورج وسوف الأشرفية، والذي قال: وديع عاش بحسب اسمه على هذه الأرض، لم يكترث بالمجد الذي حمله اسمه الثلاثي، ولم يستغل المجد الأرضي من أجل مجد السنوات، وكان لقب السلطان الأحب لقلبه وهو أبو وديع. وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه، وقد أحاط به أبناءه وأفراد عائلته، كما تحدث شقيقه جورج وسوف جونيور عنه بكلمات مؤثرة وسط الحاضرين في الكنيسة، حيث قال: ما كنت متوقع يجي هالنهار، فليت بكير وكسرت قلبنا وقلب أبيك. وأضاف: كيف بدي أرجع؟ كيف بدي أروح على بيتي على مكتبي؟ كيف بدي أدق كل يوم إذا عندي مشكلة؟ مع مين أتروى وأتغدى وأتعشى؟
شو أعمل مشيئة ربنا. وتابع: كنت أتمنى بعد شهر تحمل بنتي وتغمرها وهي تتعلق فيك. عمو وديع، اسمك رح يضل، انت ما فليت بعدك فينا. وأضاف: بالنسبة لي ولولادي وشقيقي وشقيقتي ووالدتي وزوجتي، بطل قولها معنى الحياة، وانت قديس لنا في السماء ولم تمت بل سافرت. الجميع يعرف كيف كان وديع خدوما ويحب الجميع ويساعد الجميع. شاهد ماذا فعل الفنان جورج وسوف في الفنانة أصالة في العزاء اليوم. كشف سعيد حريري صحفي لبناني تفاصيل وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف عقب إجراء عملية تكميم المعدة وشعوره بأعراض متعبة لديه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن وديع نجل الفنان جورج وسوف خضع منذ 10 أيام لعملية تكميم المعدة ونجحت العملية بالفعل، وكان يخطط للسفر إلى قطر ولكنه كان يشعر بوجع بسيط في بطنه، ونصحته والدته بالقيام ببعض الفحوصات قبل السفر للإطمئنان عليه. وتابع: إنه بالفعل ذهب إلى المستشفى وقام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة حتى تبين أنه يعاني من نزيف داخلي مما استوجب إدخاله فورا لغرفة العمليات، ومن ثم كان لابد من أن يتم نقل دم له. أول تعليق من الفنانة أصالة على خبر طردها من عزاء وديع ابن الفنان جورج وسوف: تعرضت الفنانة مايا دياب لهجوم كبير من الجمهور بعد منشورها عن صورة وديع جورج وسوف في المستشفى بعد وفاته. وكتبت مايا دياب على حسابها عبر تويتر: لكل اللي صوروا ونشروا صورة الراحل وديع في المستشفى، انتم بلا ضمير وبلا وجدان، ارحموا العيلة والناس والمحبين، والله عيب، انتم بلا شرفة. لترد احدى المتابعات قائلة: بلاها دراما زايدة، ما حدا صور ولا نشر اي صورة من وين بتجيب الكلام، ولا حابة تعمل قصة على حساب الموت. وعلم صدى البلد ان سبب تأخر دفن وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف يعود لأسباب خاصة بالتحقيق في وفاته والمطالبة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة. عزاء وديع جورج وسوف اليوم وتشييع جثمانه غدا بمسقط رأسه. اعلن الحساب الرسمي للفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع، وذلك بعد أن وافته المنية مساء الجمعة. وكتب حساب جورج وسوف عبر صفحته على فيسبوك: المنتقل لرحمة الله يوم الجمعة متمما واجباته الدينية، يحتفل براحة نفسه الساعة 11 من قبل الظهر يوم الأحد الثامن الحالي في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكسة. وأضاف جورج وسوف: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب طرد الفنانة هنا الزاهد من عزاء جورج وسوف؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.